السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولادي وبناتي، أبطال وشطرات الصف الثالث ثانوي. هنتكلم النهاردة عن Exercise 10، تاني درس في Simple Polys. طبعا Simple Polys كلها على بعضها هي أصلا كده تعتبر درس واحد أو كلها نفس الفكرة. المرة اللي فاتت أخذنا الـ Two Polys Suspend in Poly Vertically، يبقى هي تعلقوا Vertically والموشن بتبقى Vertically. النهاردة واحد منهم هيبقى بيتحرك على Horizontal Plane والتاني بيتحرك vertically downward، يبقى the motion of system of two bodies, one of them moving on a horizontal plane and the other moving vertically downward. طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ بيحصل من خلال انه في بولي بتتعلق في edge of horizontal plane. مش فاهم؟ بص يا سيدي، خلينا نقول سريعا كده القصة بتاعتنا. احنا عندنا هنا في plane، اهو البلين اهو، والبلين ده في ال end بتاعته او ال edge بتاعته في بولي. البولي ده بيتعلق فيها تو سترينجز، تو ايه؟ تو سترينجز. ايه هما التو سترينجز اللي هيتعلقوا في البولي؟ يعني هجيب هنا سترينج، هيبقى فيه بولي متعلق هنا كده اهو، وفي طبعا ده على البلين تمام، وفي انذر سترينج هنا فيرتيكالي نازل من البولي، وفي سسبندد، يعني في سسبندد بولي of mass another mass M2 مثلا. خلاص، في عندي حالتين، الحالة الأولى بتاعت الرف بلين والتانية بتاعت السموث بلين. أنا هشتغل في الأول على السموث عادي، يبقى ده سموث. في حالة السموث أنا عايزك تتعلم إزاي تجيب الـ equation of motion. أنا هقول إن ده M1 وده كده M2. طيب أول حاجة اتجاه الحركة قطعًا هيكون في الاتجاه ده، هيكون في الاتجاه الـ M1، يعني ده بيتحرك كده. طيب يبقى الـ equation of motion، أنت عندك هنا tension وعندك هنا كمان يا جميل إيه؟ tension. الـ equation of motion الأولى هي عبارة عن M1G minus tension equals M1A. الـ equation التانية هتقول إن التنشن، هل في force هنا بتأكت هنا؟ لأ، ما دام ده سموث يبقى مفيش force، يبقى على طول التنشن equals M2A. طبعا لما تعمل adding للتو equations هيبقى عندك M1G والتنشن راح مع النيجاتيف، نيجاتيف T مع T، وهيفضل عندك M1A plus M2A. يعني انت هتوصل لاختصارة كده بتقول ان الاكسلريشن equals كام يا جميل؟ الاكسلريشن هتبقى equals M1 اللي هي اللي بتتحرك على M1 plus M2 times G. كمان في حاجة تانية مهمة جدا لازم تعرفها، إن الـ pressure equals root 2 times T. مين هو الـ pressure؟ الـ pressure in the X on the X of poly اللي هو ده، ده الـ pressure. خلاص؟ تمام جدا. جه منين الكلام ده؟ مش التنشن ده قد ده، وأنا قلت إن لما يكونوا two equal forces perpendicular on each other يبقى على طول الـ result بتاعتهم equals F root 2 أو T root 2 علشان هي كل واحدة منهم. طب الحالة التانية يا جميل اللي هي حالة الرف، إيه هو الرف بلين بقى؟ الرف بلين ده بيبقى فيه إيه؟ فريكشن، بيبقى فيه إيه؟ فريكشن. إيه اللي هيتغير هنا؟ هتتغير الأكسلريشن وهيتغير الإيكويجن دي. فأنا هاجي على الإيكويجن دي كده هشيلها، وهاجي على الأكسلريشن هغير النيوميريتور بس. أولاً لما أجي أغير الأكسلريشن، لما أجي أغير الإيكويجن دي سوري، هيبقى فيه هنا T وهنا في n، صح؟ ال n ده اللي هو مين؟ اللي هو equals m2g. وهنا هيبقى في friction force أو resistance اللي هو هيبقى مين يا جميل؟ هيبقى m2g mu k. مادام في motion يبقى mu k. طيب جميل جدا. طب لو قال لي إن البودي about to move ما اتحركش، يبقى هشيل mu k وأحط mu s. يبقى على طول هنا يا جميل ال equation هتبقى عبارة عن التنشن minus m2g mu k equals m2a. طبعا هنا برضو ال acceleration احنا قلنا هيتغير، فهيبقى عبارة عن مين؟ m1 minus m2 mu k. يا مستر، نعم يا قلب المستر، ال g انا ال g اصلا واخدها common factor هنا، اللي هي ال g دي وال g دي. خلاص؟ هما دول ال equations اللي احنا بنشتغل عليهم. تعالوا بقى نشوف الأسئلة. أسئلة الدرس قليلة جدا، تقريبا هم 4 أو 5 أسئلة يعني، بس مش كتير ولكن مهمين، بدليل إن هو أول سؤالين في الامتحانات، وبرضه هتلاقي يعني الأفكار الباقية مهمة جدا.
A body move on mass, يعني خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ. A body of mass m kilogram placed on rough horizontal plane. The coefficient of kinetic friction between the body and the plane is 1 over 4. يبقى أنا عندي الميو k equals 1 over 4. أهو هناخد الجيفنز بتاعتنا ونعمل لها الشيدنج. طيب والماس كام؟ m kilogram. وبعد كده بيقول لي the body connected by a light and elastic string passing over a smooth pulley fixed at the edge اهي at the edge of the table and on other end of the string carry a mass 4 kilogram يبقى هي الماس الثانية اللي هي 4 kilogram suspend vertically on the other end of the string and the system start its motion from rest with acceleration to 0.45. يبقى على طول عايز الام. طيب الكلام ده هنجيبه منين؟ مش انت عندك اختصاره الاختصاره الشهيره بتاعتنا بتاعت الاي يبقى الاكسلريشن ايكوالز مين يا جميل؟ ايكوالز 4 لان هو هيتحرك في الاتجاه ده ماينس ام في الميو كي اللي هي تايمز 1 اوفر 4 اوفر 4 بلس ام تايمز 9.8. طيب ما هي الاكسلريشن اصلا موجوده ب 2.45. الكلام ده جميل ده رائع جدا. حضرتك هتجيب لي دي هنا فيبقى عندك 4 minus quarter m over 4 plus m equals 2.45 divide 2.45 divide 9.8 اللي هي هتبقى كام يا جميل؟ اللي هي هتبقى quarter. طب يلا نعمل cross multiplication. ليه ما نعملش cross multiplication واحنا صغيرين؟ لا عادي مفيش مشكلة. طيب هتيجي تعمل الكروس مالتيبليكيشن فهتعمل 4 تايمز الكلام ده هيبقى 16 ماينس كوارتر تايمز 4 ب 1 يبقى دي ام ايكوالز 1 تايمز 4 ب 4 بلس هتجمع الام في ناحيه والنمبرز في ناحيه يبقى الام دي هتروح هنا تبقى 2m ام بلس ام 2m وال 4 دي هتيجي سبتراكشن يبقى 16 ماينس 4 ب 12 يبقى الام يا جميل على طول ايكوال 6 اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار سي. السؤال اللي بعده على طول اللي هو question 2 بيقول a body of mass m kilogram placed on rough horizontal plane horizontal table the coefficient of kinetic friction between the body خلي بالك ان الاسئله هنا كلها على الرف مفيش مشكله friction between them is mu k then the body connected by light string passing over a smooth pulley fixed at the edge of the table and another end mass m2 hanging vertically on another end of the string if the system move with uniform velocity يعني السيستم move with uniform velocity يعني الاكسلريشن زيرو then the coefficient of kinetic friction between the plane and the table ما دام هي uniform velocity يبقى الاكسلريشن زيرو والاكسلريشن يا جميل هي equals مين؟ هي equals انا عندي هنا ال m2 vertically and other end يبقى خلاص ال m1 هو اللي على ال horizontal table يبقى انت يا جميل عندك على طول m2 minus mu k m1 over m1 plus m2 times g equal 0 صح؟ ما هي uniform velocity ومعنى ان ده equal 0 اكيد مش ال g ب 0 ومش ال denominator ب 0 يبقى ده هو اللي ب 0 فده معناه ان ال m2 minus mu k m1 equal 0 يبقى ال mu k equals على طول m2 over m1 اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار سي. شوف انت لما تاخد السؤال تمشي معاه ستيب باي ستيب بتلاقي ان الدنيا حلوه وجميله جدا وتوصلك للحل لوحدها. Two bodies, the mass of each is 1 kilogram is placed on rough horizontal plane. The coefficient of kinetic friction equals 1 over 5 and they connect by each other by a light string, taut string اللي هو مشدود يعني. One of them connecting by another light string over a smooth pulley. Fixed at the edge of the table, and from the other end of the string, third body of mass 2 kilograms suspend vertically. Then, the tension of the string between the two bodies on the table equals كم؟ يعني هو عايز التنشن هنا خلي بالك بقى ان في السؤال ده في حاجه. التنشن اللي هنا ده اسمه T1 اللي هو ده. وهنا التنشن اللي هو اللي between the two bodies ده اسمه T2. ده اللي انت عايز تحسبه. أول حاجة احنا هنحسب الأكسلريشن بشكل مباشر جدا. هي الاكسلريشن ايكوالز مين يا جميل؟ الاكسلريشن ايكوالز مين الماس اللي بنتحرك في اتجاه هل هي 2 ماينس بما ان في فراكشن خلي بالك انه ما تقوليش بقى 1 تايمز ميو كي لا
ما هو الاتنين دول زي بعض نفس النيو كي، يبقى على طول هتروح قايل لي 2 تايمز النيو كي اللي هي 1 اوفر 5 تايمز الجي اللي هي 9.8. حلو الكلام ده؟ لا، الجي اللي هي 9.8 دي بره، معلش اهي تايمز 9.8. يبقى هنا الام تايمز النيو كي، الام تايمز مين؟ النيو كي اوفر السم اوف ماسز اللي هو 4. طب ما هو ده 2 اوفر 5 ودي 2، يعني 10 اوفر 5 ماينس 2 اوفر 5 ب 8 اوفر 5، 8 اوفر 5 تمام اوفر 4، يعني 2 اوفر 5 تايمز 9.8. لما تعمل الكلام ده على الكالكيوليتر تقريبا كده كان بيطلع 3.92. طيب ده ايه؟ دي الاكسلريشن متر بير سكند سكوير. طب وبعدين يا جميل؟ خلاص تعالى للايكويشن بقى اوف ذا سكند بودي اللي فيها التنشن المطلوب، واحنا نعرف نحل التنشن اللي هو تنشن 2 ماينس هنا مين الفورس اللي بتشدني في الاتجاه ده اللي هي الفريكشن بتاع الماس دي بس لوحدها، يبقى ماينس 1 تايمز 9.8 في ال 1 اوفر 5 ايكوالز مين؟ الام ايه؟ الام اللي هي ب 1 والاكسلريشن انا لسه مطلعها ب 392، يبقى على طول التنشن 2 equals 3.92 plus، ولأن ده هيجي هنا يبقى plus، وهتعمل لي 9.8 divided 5. طبعا 9.8 divided 5 هتبقى equals كام يا جميل؟ 1.96، يبقى ادي 1.96. يبقى التنشن 2 على طول لما تيجي تعمل adding هيديك هنا 8 وهنا 8 وهنا 0.5. خلاص يبقى ده كده، خلاص دي كده اللي هي التنشن اللي هو المطلوب. ولكن خلي بالك ان التنشن اللي طلع ده بالايه؟ بالنيوتن. عشان تحوله لداين لكيلو جرام ويت سوري، هتعمل ديفايدد كام؟ 9.8، فهيبقى على طول ايكوالز 0.6 اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار سي. Question 4 بيقول لي the plane is rough and the coefficient of kinetic friction between the two bodies between the body of mass 4 kilogram and the horizontal plane equals 0.4. طيب جميل جدا، خلاص مفيش مشاكل خالص. انت عندك هنا ايه؟ اول حاجه هتجيب الاكسلريشن. الاكسلريشن هنجيبها بالاختصار الشهيره بتاعتنا اللي هي عباره عن الفورس اللي في اتجاه الحركه. طبعا خلي بالك ان ده تي وده تي وده تي وده تي وكلهم قد بعض، لانه ده السترينج باسنج اوفر بوليز، مفيش بودي يعني في النص. طب يبقى 7 ماينس يا جميل الفريكشن فورس هنا اللي هي ايكوالز كام؟ اللي هي ايكوال 4 تايمز 9.8، اهي 4 تايمز 9.8 لا مش 9.8، معلش معلش I'm so sorry 9.8 دي بره الاختصار صح؟ يبقى اللي هي الماس تايمز الميو كي، يبقى تايمز 0.1 اوفر السم اوف تو ماسز اللي هو 11 تايمز 9.8. الكلام ده طبعا لما تعمله على الكالكليتر هيطلع لك ب 5.88. خلاص اللي هي نفس الفكره اللي فات، نفس السؤال اللي فات. طيب ده الاكسلريشن. يبقى انت عندك التنشن، تجيب التنشن ازاي؟ هتجيب لي مثلا، نجيب التنشن من الايكويشن دي، هتقول لي ان 7 تايمز 9.8 ماينس التنشن ايكوالز الاكسلريشن تايمز 7، يبقى 7 تايمز 5.88. يبقى على طول يا جميل التنشن ايكوالز 7.7 تايمز 9.8 ماينس 7 تايمز 5.88. ده لو عملناها كالكليتر كده، خلينا نحسبه 7 تايمز 9.8 minus 7 times 5.88 ده هيطلع كام؟ 27.44. ده بالايه؟ بالنيوتن. هو عايزها بالكيلوغرام ويت، يبقى هتعمل divided 9.8. هتعمل الكلام ده على الكالكليتر هيطلع لك 2.8 اللي هو الاختيار مين؟ B. اخر سؤال عندي في الاكسرسايز. Question 5 بيقول لي the plane is rough and the kinetic friction force act up on the body placed on the rough plane equal g newton, where g the magnitude of the gravitational acceleration. Then the system begin to move from rest, starting to cut after t. The string cut after t seconds. Then the shape, which represents speed time graph of the mass 2 kilogram before and after the cutting. طيب يا سيدي الموضوع سهل جدا. أول حاجة أنت في عندك حاجة، هو أنت مش محتاج الميو كي. ليه؟ لأن هو قال لي إن دي الفريكشن فورس اللي هي الميو كي تايمز الإم جي كلها بكام؟ بجي، اللي هي الفريكشن فورس اللي في الاتجاه ده. طيب دلوقتي أنت لو حبيت تجيب الأكسلريشن، لو حبيت تجيب الأكسلريشن هتجيبها إزاي؟
هتقولي ان الاكسلريشن ايكوالز، خلي بالك بقى من حاجه انا عايز اقولها لك، ان دي ايكوال جي، يبقى انت تقدر تجيب الميو كي، الميو كي ايكوالز هاف. طب ازاي عرفت؟ هو مش الفريكشن فورس دي اصلا ايكوالز 2 تايمز 9.8 تايمز الميو كي؟ ايوه، وهو قال ان هي ايكوال او 2 تايمز الجي تايمز ميو كي، هو قال ان هي ايكوال جي، يبقى الجي هتروح مع الجي يفضل 2 ميو كي ايكوالز 1، يعني ميو كي ايكوالز هاف. لو انا احتاج الكلام ده فين؟ في الاكسلريشن عشان اعرف استخدم الاختصاره بتاعتي اللي هي بتقول ان 4 ماينس هاف تايمز 2 اوفر 6 اللي هي 4 بلس 2 تايمز 9.8. يبقى انت يا جميل عندك 3 اوفر 6 اللي هي هاف تايمز 9.8 ب 4.9. يبقى انت على طول عندك الاكسلريشن ايكوالز كام؟ 4.9. خلص الكلام؟ لا، ما خلصش الكلام. after cutting the string، بعد cutting the string ايه اللي هيحصل؟ هيفضل البودي ده يمشي ب deceleration لحد ما يعمل stopping. ال deceleration دي equals كام؟ after cutting عفوا after cutting the string بيحصل ايه؟ التنشن ده هيختفي، فبالتالي هتبقى ال equation of motion اللي هي equals 2 times the acceleration 4.9 equals كام يا جميل؟ equals ال 4.9 equals negative ال friction او ال اللي هي ال resistance اللي هي ال friction force، ايوه اللي هي equals 9.8. يبقى دي equals 9.8. يبقى انا عندي، انا عايز اجيب ال acceleration صح؟ يبقى 2 times، معلش دي ال acceleration الجديد، 2 times ال acceleration الجديدة equals negative 9.8. يعني من الاخر انا ليه استخدمت دي؟ ده غلط، ده الاكسلريشن الاولى، دي الاكسلريشن الافتر كاتنج ايكوالز 2a اللي هو 2 تايمز الاكسلريشن الجديد ايكوال نيجاتيف الريزيستنس اللي هي نيجاتيف 9.8. يبقى على طول ال a ايكوالز كام؟ نيجاتيف 9.8 اوفر 2 اللي هي ايكوالز نيجاتيف 4.9. طب ده معناه ايه؟ معناه ان الاكسلريشن اللي كان بيتحرك بيها بعد الكاتنج هتبقى بنفس الماجنتيود بس في الاذر سايد، يعني ديسلريشن. طيب الشيبس او الجرافس اللي هم اديهم لي في تايم جراف، يبقى انت بتتكلم على السلوب اوف فيلوسيتي علشان تعرف الاكسلريشن. هل الاكسلريشن هنا كونستانت؟ لا طبعا، هو مش ماشي بيونيفورم فيلوسيتي. هل هنا بقى ايه الفرق بين ده وده وده وده؟ هنا السلوب اوف تانجنت، هل السلوب او تان الواي ايكوال نيجاتيف تان الاكس؟ لا. طب هل دي تان الواي ايكوال نيجاتيف تان الاكس؟ لا. هل هنا تان الواي ايكوال تان الاكس؟ ايوه. ليه؟ لان ده ايسوسيلس تريانجل، فبالتالي تان الانجل دي ايكوال نيجاتيف تان دي، السلوب ده بوزيتيف والسلوب ده نيجاتيف، والاثنين ليهم نفس السلوب عشان الاوبوزيت اوفر ادجيسنت ايكوال. طبعا هو كان المفروض ان هو يقول يا اما ايسوسلس يا اما يحدد ان ده قد ده، بس مش مشكله. يبقى الاختيار الصحيح هو الاختيار سي اللي بيمثل الكلام ده. طب انا عرفت الكلام ده منين؟ لان الاكسلريشن قبل الكاتنج كانت 4.9 ودي نيجاتيف 4.9، يعني تان الثيتا اللي هو السلوب، ما هو الاكسلريشن دي تان ثيتا اللي هي ديريفيتيف الفيلوسيتي، المفروض ان الديريفيتيف في الاول تبقى نيجاتيف الديريفيتيف الثاني اللي هو الشكل الوحيد اللي بينطبق عليه الكلام ده اللي هو الفيجر سي. على طول يبقى يا جميل هختار الاختيار سي، وبكده يبقى خلصنا اكسرسايز 11 اللي هو اصغر اكسرسايز عندنا في المنهج تقريبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.